السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنستكمل سلسلة المحاضرات الخاصة بالنيورال نتورك، الارتفيشال نيورال نتورك، من الكتاب المشهور بتاع نيورال نتورك ديزاين بتاع هاجان، وما زلنا في شابتر 4 بنحاول نحل بعض التمارين عشان نثبت بعض المفاهيم. احنا في المحاضرة اللي فاتت حلينا مسألة كده ورجعنا القوانين بتاعة البرسبترون. تعالى النهاردة بقى في البروبلم بي 4-3، مطلوب منك تعمل لي عندك كلاسيفيكيشن بروبلم فيها 4 كلاسز، كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 كلاس 4، وكل كلاس بتحتوي على 2 باترن B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8. طبعا واضح النتورك ديزاين بتاع حضرتك المفترض يكون عندك 2 انبوت فيتشر، يعني كل انبوت فيه 2 فيتشر، وعندي النمبر اوف نيرون عبارة عن 2 نيرون لان انا شغال مع 4 كلاس، وعارفين القاعدة بتاعت البرسبترون خلاص. بس هو هنا عاوز ايه بقى؟ بقول لي design a perceptron network to solve this problem. عشان يعمل ده ممكن ان انا ارسم البيانات بتاعتي دي خالص، اقدر ارسم البيانات دي النتورك طبعا بتاعت حضرتك. الانبوت عبارة عن 2 فيتشر، الويت عبارة عن 2 في 2 لان هي عبارة عن 2 نيرون في 2 انبوت يبقى 2 في 2. البايس طبعا كل نيرون مع بايس يبقى 2 في 1، ودي الهارد ليم بتاعتك. اوكي، فالمفترض انا عاوز اقول لما ادخل باترن 1 1 اوكي يطلع مثلا 0 0، لما دخل 1 2 يطلع 0 0. طب في الكلاس 2 لما دخل 2 و-1 يطلع مثلا 1 0. طب لو دخلت حاجه من نفس الكلاس يطلع 1 0. طب لو دخلت كلاس 3 ده او ده يطلع هنا 0 1. طب لو دخلت اي حاجه من كلاس 4 يطلع 1 1. اوكي ماشي. طيب هو راح رسم البيانات بتاعته، طبعا انا ممكن اوريك الرسمه حاجه شبه كده. اوكي ده كلاس الاولاني، ده مش عارف الكلاس الثاني، ده الكلاس الثالث، ده الكلاس الرابع، واقدر من البيانات اللي قدام حضرتك ما اقدرش افصلهم بخط واحد فقط. المفترض هرسم خط يفصل 2 كلاس و2 كلاس، وبعدين هرسم خط ثاني يرجع يقسمهم لمين؟ لاربع اجزاء. طبعا واضح ان انا اقدر احل الكلام ده عن طريق مالتي انبوت لاير، اوكي اللي هي البرسبترون، لان الكلام ده ينفع يتفصل بخط مين؟ ينفع يتفصل بخط مستقيم. فالديسيجن باوندري بتاعتي مين او البيانات بتاعتي يمكن فصلها بخط لينير، وبالتالي ينفع البرسبترون معاها، مفيش مشكله خالص. طبعا لو انت رسم البوينت دي على مثلا زي سكتش، تقدر حضرتك ترسم وتجيب الخط بتاع حضرتك، تجيب الميل بتاع الخط، وتجيب الانترسبت او الجزء المقطوع من محور الصلات، اوكي، وتقول لي معادله الخط ده كام ومعادله الخط ده كام. تقدر من خلال المعادله تجيب لي الويت ومين والبايث، او تقدر تجيب معادله الديسيجن باوندر. هو طبعا عامل الكلام ده معاه في الكتاب اهو، رسم. اوكي عمل السيركل المفتوحه دي بتناظر كلاس 1، وبعدين عمل ده كلاس 2، ده كلاس 3، ده كلاس 4. تيجي تبص في الكتاب اهو، ده كلاس 1 2 3 4، وقدر يرسم بخط فاصل يقدر يقسم ما بين التو كلاسز دول. اوكي ادي الخطوط اهيت، يقدر يرسم الخطوط دي عادي خالص. اوكي والخطوط دي يقدر يجيب المعادله بتاعتها عن طريق زي ما قلنا ان الويت فيكتور عباره عن خط بيربندكولار على الديسيجن باوندري، اقدر اجيب المعادله دي من الاحداثيات اللي انا راسم بيها. طبعا هو بيوضح لك هنا ان كلاس 1 خرجوا بكام يا جماعه؟ 0 و0، كلاس 2 0 و1 0 و1، كلاس 3 1 و0 1 و0. طبعا هو بيكرر هنا بس للتاكيد ان كل باترن خارج 1 و0، لكن في الاخر هي نفس الكلاس، كلاس 3 1 و0، كلاس 4 1 1، كلاس 2 0 1، كلاس 1 0 0، ويقدر بالتالي يجيب الويت فيكتور -3 و-1 و1 و2، ويقدر يعمل تيست للكلام ده بشكل ما، ويقدر يجيب نقطه على الخط عشان يجيب بي 1 ويجيب مين؟ بي 2. اوكي والخط رسم الخط قدام حضرتك اهو، تمام كده يا جماعه. وده شكل الموضوع بالماتريكس. الدبلو اتفقنا عباره عن 2 نيرون، يعني 2 في 2 ده -3 و-1 بتاعت النيرون الاولاني، 1 و-2 بتاعت النيرون الثاني، والبايث بتاع النيرون الاولاني 1 والبايث بتاع النيرون الثاني بكام؟ ب0. تقدر ترسم الكلام ده وتشوف الخطوط الفاصله بتاعت حضرتك، تمام. طيب تعالى اوريك حاجه مهمه جدا. هو طالب مني بقى في بي 4 سولف ذا فولوينج كلاسيفيكيشن بروبلم ويز برسبترون رول، عاوز يطبق البرسبترون، ابلاي اتش انبوت فيكتور ان اوردر، ويبدا دخل الانبوت بتاعتك ان اوردر بالترتيب، فور از ميني ريبيتيشن از ات تيكس تو انشور ذات ذا بروبلم از سولفد، وكرر، يعني كرر معناها ايه يا جماعه عندنا؟ الايبك
اوكي ايبك اللي هي الاي بي او سي اتش اللي الايبك اللي هي عدد اللفات. اوكي draw a graph of the problem only after you have found a solution اللي هي بي 4 4. طبعا بي 4 4 اللي انت شايفها قدام حضرتك دي هيعمل ايه بقى؟ اولا هو عاطيلك الباترن بي 1 تو فيتشر 2 و2 والخارج بزيرو. كده انا عرفت من عدد الخروجات انا عندي كام خارج او عندي كام كلاس، ادي 0 يا 1 يا 0 يا 1، يبقى انا عندي 2 كلاس. 2 كلاس يبقى عاوز نيرون واحد فقط. يعني ايه نيرون واحد؟ والانبوت عباره عن كام؟ الانبوت عباره عن 2 فيتشر. يعني المفترض الدايره دي تبقى كويسه جدا لو انا عملتها كده. اوكي ده سميشن وده البايس وده دبليو 1 1 وده دبليو 1 2 وهنا عباره عن مين بقى؟ عباره عن الهارد ريم، وهنا عباره عن مين؟ عن الاوتبوت ايه. تمام هنا بي 1 وهنا مين؟ هنا بي 2. هبدا ادخل بي 1 وبي 2 بالقيمه اللي موجوده وابدا احط على الانيشال ويت اللي هو اعطاها لي مع البايس واحسب السميشن او الويتد سم. اوكي واروح ادخلها على الهارد ريم واطلع الايه وارجع اشوف ايه علاقه الايه بالتارجت بتاع بي 1 وبي 2 واحسب الايرور واعدل مين واعدل الويت وهكذا اكمل لحد ما الويت والبايس يثبتوا. ده الحل بتاع المساله وده هنمشي عليه بالخطوات اهو. اول حاجه دبليو 0 بكام؟ ب 0 0 والبايس بكام؟ ب 0. اوكي هبدا اضرب الدبليو في البي، انا هحط اول حاجه بي 1 اوكي فادي الدبليو في البي ادي 0 0 ماشي يا جماعه وباترن 2 و2 2 و2 يبقى هضرب يبقى 0 0 كل ده بصفر ومجموعهم صفر. هارد ليم، هارد ليم لما يكون الدخل بتاعك اكبر من او يساوي الزيرو فالخارج بكام؟ بواحد. طب هو هنا كام؟ زيرو. يبقى الاي بتاعت حضرتك المفروض التارجت يطلع زيرو والاي طالع بواحد، يبقى انا عندي الايرور كده بالماينس. يبقى المفروض الدبليو الجديده هي عباره عن الدبليو اولد ناقص بي، يعني كده الويت سالب 2 وسالب 2. تقدر توصل الكلام ده؟ يطلع الويت بكام؟ سالب 2 و2. طب والبايس؟ البايس عباره عن البايس القديم ناقص 1، بايس القديم ناقص 1، البايس كان بكام؟ بزيرو، واطرح 1 يبقى ناقص 1. يبقى انا كده هبدا اخش المرحله الجديده. اوكي هدخل المرحله الجديده ومعايا الدبليو سالب 2 وسالب 2 والبي بناقص 1. ابدا ادخل بي 2 1 وناقص 2 ادا 1 وناقص 2 فين 1 وناقص 2 انا اسف اهو 1 وناقص 2 الدبليو من المرحله السابقه سالب 2 وسالب 2 والبايس بناقص 1 وابدا اضرب بقى صفف عمود يديني إليمنت سالب 2 في 1 بسالب 2 سالب 2 و4 ب 2 2 ناقص 1 ب 1 والخارج ب 1. ده الاكشوال. يا ترى التارجت بتاع الباترن 2 ب 1 ب 1 كده معناه ان دبلو الجديده بتساوي دبلو مين؟ بتساوي دبلو القديمه اهو. المرحله دي الاوتبوت ايه بيساوي تي 2 وبالتالي دبلو 2 بيساوي دبلو 1 وبي 2 بيساوي بي 1. ابدا في الحاله دي ادخل الباترن رقم 3 سالب 2 و2 وخد بالك ان خارجه صفر سالب 2 و2 ابدا اقول سالب 2 و2 ادي سالب 2 و2 وابدا احط سالب 2 وسالب 2 والبايس بسالب 1 واقول سالب 2 سالب 2 ب 4 4 سالب 4 ب 0 وده ناقص يديني كام؟ يديني هارد ليم اوف ماينس 1 يديك كام؟ يديك 0 يديك 0 والخارجه اصلا اوكي ب 0. فكده المفروض دبليو 3 بتساوي دبليو 2 وبي 3 بتساوي بي 2. ابدا ادخل بي 4 بي 4 بكام؟ بناقص 1 1 ونفس الويت سالب 2 وسالب 2 ونفس البايس ده 2 وسالب 2 يبقى سالب 4 سالب 1 سالب 5 يبقى الخارج هارد سالب 5 يديك كام؟ يديك 0. كده يا ترى باترن 4 ب 0 تعال نشوف باترن 4 بكام؟ ب 1. يبقى المفروض ان انا ازود البي، المفروض ان انا ازود البي اوكي ازود البي على يعني اجمع ده مع ده يبقى سالب 2 سالب 1 بكام؟ بسالب 3. سالب 2 سالب 1 بسالب 1 والبي كانت بي ناقص 1 هزود عليها 1 تبقى بكام؟ تبقى ب 0. كده انا خلصت الاربعه باترن بي 1 بي 2 بي 3 بي 4 ولحد دلوقتي ما قدرتش اعرف انا وصلت ولا ما وصلتش وكل شويه الويت بتاعتي بتتغير. اكمل لحد ما ثلاث مرات ورا بعض يبقى الخارج بتاعي ثابت. هفضل ماشي مع الموضوع اهو اوكي هدخل الباترن الاولاني تاني اللي هو كان 2 و2 اتاكد ان 2 و2 اوكي اهو 2 و2 والتارجت 0. هدخل 2 و2 هنا و0 طبعا سالب 3 في سالب 2 بسالب 6 سالب 6 وسالب 2 سالب 8 يبقى هارد ليم سالب 8 ب 0 صح وبالتالي الدبليو هي الدبليو والبي هي البي. ابدا ادخل بي 2 دخل بي 2 ها لما ادخل بي 2 يبقى ده كان سالب 3 وسالب 1 اللي هو الويت المرحله اللي قبلها
والبايس بتاعك كان بزيرو، اضرب في 1 ونقص 2 يبقى ده سالب 3، سالب 3 وسالب 2 بسالب 1، هارد ليم سالب 1 بزيرو. طالما بزيرو والخارج كان بكام بقى في بي 2، تروح تبص على بي 2 تلاقي البي 2 بكام؟ بواحد. يبقى المفروض ان انا ازود مين؟ ازود الدبلو. اوكي اهو زودتهم جمعتهم على بعض، ماشي كده، وافضل اكمل مع الموضوع ده اوكي لحد المراحل اللي حضرتك بتشوفها موجوده معاك في الكتاب، لحد ما السيستم حصل له كونفيرج تقارب ان الدبلو بسالب 2 وسالب 3 والبي بكام؟ بواحد. وبالتالي الديسيجن باوندري عباره عن سالب 2 بي 1 سالب 3 بي 2 زائد الواحد بتساوي الصفر. وتقدر حضرتك دلوقتي تقدر ترسم الخط الفاصل او تقدر تروح تجيب الانترسبت، لو انت فاكر معادله الانترسبت ان الجزء لو بي 1 بصفر نقطه تقاطع مع الاكس اكسس بسالب بي على دبل 1 2 اوكي، وتقدر تجيب مين؟ تقدر تجيب البي 1 نقطه تقاطع مع مين؟ نقطه تقاطع مع البي 2 عباره عن ناقص بي على دبل 1 واحد. اوكي انا اسف العكس، اوكي نقطة تقاطع مع بي واحد حط بي اتنين بصفر في المعادلة يديني البي واحد بناقص بي على دبل واحد واحد. اوكي يا جماعة، وتقدر تروح ترسم الخط الفاصل، يطلع الخط الفاصل بالشكل ده. اوكي يا جماعة، طبعا الكلام اللي انت عملته ده افترض ان العرض السايكل بقت كبيرة جدا، الكلام ده بيتعمل بشكل كويس عن طريق مين بقى؟ عن طريق البروجرامينج لانجوج، ولتكن مين؟ ولتكن الماتلاب او البايثون. اوكي ده احنا عاملينه بشكل ما، مش عارف عاملينه البروبلم كام، عاملينه البروبلم 4-3. اوكي لو انت بصيت 4-3 خدت النقط بتاعتي بشكل ما، بس انا بحطها هنا على حسب الكود اللي موجود، لازم انت تتحط كفيكتور. يعني ايه؟ يعني 1-1. وتروح تبص على الكتاب، تروح تبص على بي 4-3 هتلاقي بي 4-3 ده 4-3. اوكي 4-3 اهو هتلاقي 1-1 ماشي، ده اول باترن 1-1. اوكي بتروح تبص على 1-1 الفيكتور الثاني كام؟ 1-2 1-2 في نفس الكلاس، اللي بعده 2-1 2-1 بعد كده 2-0 وتكمل بالشكل ده، تبقى ده رو وبعدين رو. اوكي طبعا لو انت خدت البي عشان اوريها لك، ممكن اعمل لك البي كده بشكل كويس. اوكي لو قلت له البي بكام تطلع بالشكل ده، لو قلت له بي بقى ستار او ترانسبوز يدي لك البي بالشكل ده. اوكي والبي عندك ممكن تبص عليها مظبوطة كده، اللي هو ده الفيكتور الاولاني 1-1 1-2 2-1 وهكذا. وممكن تشوف التي بتاعت حضرتك برضو. اوكي لو قلت له التي بكام، التي بكام؟ مفيش تي؟ احنا ما قلناش تي بكام، لسه ما عادش تي. كنترول سي هاخد التي بكام، التي لو قلت له التي يطلع التي بالشكل ده، اللي هو مين بقى؟ 0-0 اللي هم التارجت بتوع الاثنين نيرون، 0-0 0-1 0-1 1-0 1-0 ثم 1-1 1-1 بناء على الثمانية فيكتور اللي موجودين. لو انت بعد كده في كود جاهز اسمه برسبترون، بروح اكاريت او اخلق نتورك اسمها برسبترون، وابدا اقول له اعمل ترين للنت اللي انت خلقتها دي والبي انبوت والتي تارجت. اوكي لو حابب بعد ما السيستم ده اتعلم تتفرج على النت الانبوت ويت، اقول له نت دوت انبوت ويت 1-1 يديني الويت، واقدر اقول له البايس هات لي نت دوت بايس 1-1 تمام. وتقدر كمان ترسم الفيكتور اللي عندك البي والتي، وتقدر ترسم عليهم مين؟ ترسم عليهم الخطوط عن طريق ده اللي اسمها اف بلوت. اوكي طبعا اف بلوت عشان ارسم الخط، فالخط عباره عن سالب دبل 1-1 على دبل 1-2 اللي هي نقطه القطع، ده الميل للاسف ده الميل، وده نقطه القطع مع محور مين؟ مع محور الصادات. اوكي وبرسمها على الرينج من ناقص 3-3. لو عملت رن للكود ده، لو عملت رن اوكي للكود ده ده شكل الشبكة. اوكي وده شكل التريننج اللي طالع، مش عارف بس الشاشة شوية محتاجة شوية هاندلنج في الرسم، تقدر تتحكم في الكلام ده. هتلاقي ان الخطين بشكل ما طالعين فاصلين بين الاربع كوادرانت او الاربع ارباع اللي موجود. ولو حبيت تشوف شكل الشبكة، دي شكل الشبكة. اوكي اتنين فيتشر اتنين نيرون،
وده شكل الايرور. لو حبيت تشوف البرفورمانس كمان اديك الخطا نزل لصفر على طول اوكي في خلال 2 ابكس. يعني معناه ان انت لو عندك 8 باترن كانوا داخلين يبقى انت كانك دخلتهم 16 مره مثلا 2 في 8 اوكي. طبعا لو انت حابب تشوف الدبلو بتاعتك بكام تقدر تقول له دبلو كام. ده الدبلو الفيرست نيرون سالب 3 سالب 1 والسكند نيرون 1 ناقص 2 وتقدر تقول له البيب كام يديك البيب ناقص 1 وكام و 0 اوكي يا جماعه. ده خلاص بي 4 3 خلاص تقدر بقى تبص عليها. طبعا بي 4 4 خلاص حلناها. دي كانت البروبلم بتاعتنا اللي كانوا 8 اللي احنا لسه حلنا حالا اوكي. دي اتحلت حالا مفيش فيها مشكلة. والمسألة اللي فوقها اللي هي بي 4 دي اللي هي بي كان بقى بي 4 4 لو حابب تشوف بي 4 4 نفس الكلام بي 4 4 نفس الكلام نفس الكود تقريبا انت مش هتغير حاجه بس تخلص وتعمل ران. ده شكل التريننج بتاعك وده الخط معادله الخط الفاصل اللي فاصله بين التو كلاس اوكي. وتقدر تشوف الدبليو زي ما انت عارف وتقدر تشوف النتورك بتاعتك اللي طبعا كان عباره عن نيرون واحد اوكي وده كان تو فيتشر. ده تقريبا كل المحاضرة. يبقى المسألة تاني معلش اعيد بس مع حضرتك. الاولى كانت 4 3 كان بيحل عن طريق مين بقى كان بيحل عن طريق الرسمة. طبعا 4 2 كان بيحل 4 1 الاول انا اسف 4 1 كان بيحل عن طريق جرافيكالي اوكي. و 4 2 كان عنده كلاسيفيكيشن بروبلم كان عاوز يحولها للانيكواليتي فخلاص عبرنا عنها عن الانيكواليتي المعادلات دي. 4 3 كان عنده 4 كلاس فكنت محتاج 2 نيرون حلها مره بجرافيكالي اوكي وقعد يجيب الويت. دي 4 3 4 4 كان بيحل فيه 2 كلاس اوكي. دي 4 4 و 4 5 كان طالب تحل 4 3 تاني باستخدام مين باستخدام الماتلاب وباستخدام مين باستخدام التريننج الجوريثم بتاع مين بتاع البرسبتور اوكي يا جماعه. اتمنى في الختام ان يكون البرسبتور خلاص الدنيا واضحه فيه قدرنا نعمل تريننج بشكل كويس عن طريق البرسبتور ليرنينج رول قدرنا نطبق الماتلاب بشكل كويس للحل وقدرنا نعرف ان في حاجه اسمها ويت ماتريكس وقدرنا نعرف ان في حاجه اسمها ديسيجن باوندري وقدرنا نعرف ان الداتا بتاعتك لازم تكون مفصوله بخط لينير وقدرنا نعرف ان لو حضرتك محتاج اكتر من كلاس يبقى انت محتاج اكتر من نيرون في الخارج. أتمنى في الختام المحاضرة تحوز على إعجاب حضراتكم ونلتقي في محاضرة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.